صار لنا فترة كتير طويلة ناطرين هالأكسبو يلي كل العالم حكيت عنه، ومن بعد ما بلش حكيت عنه العالم أكثر، لأنه اللي صار واللي عم بيصير هو مفخرة للعالم كله، خاصة للوطن العربي. كتير سعيدة إني الليلة معكم، وكتير سعيدة كل مرة بجي على دبي بكون سعيدة كتير، لأنه بحس حالي رحت على كل العالم، لأنه العالم هو مش أرض، العالم هني أشخاص، وهول الأشخاص كلهم موجودين بدبي وخاصة بإكسبو دبي، فبتحس حالك عن جد إنك زرت العالم بمشوار واحد، إنك تجي على دبي وعلى إكسبو تحديداً. رسالة السعادة والسلام، نحن كفنانين حملينا معنا وين ما كان، لأنه نحن منقدم فن ومنقدم سعادة للناس، منقدم فرحة، فأكيد أكيد إنه من إكسبو عم ننشر سعادة لكل العالم. ليلة الشو رح يكون مميز، لأنه الناس الموجودين هن مميزين، يعني جايين من كل العالم تيحضرونا، فلازم نحن نقدم لهم شو حلو. أنا رسالتي بالفن هي إنه انشر الكولتشرز العربية وعرفها على بعض وقدمها بطريقة حديثة. إذا بدك كل غنية جاية من الكولتشر، كل غنية جاية من بلد عربي، لحتى نفرج للعالم كله قديش نحن عنا ثقافات فنية متعددة بالوطن العربي. أكيد أني كتير مبسوطة ومحمسة لقابل الجمهور اللي سامع صوتهم واللي راسلوني كتير أنه ناطريني. بدي أقول موفقين لكل الإكسبو، موفقين لكل النشاطات يلي عم بتصير بدبي. الله يحمي أهل دبي وحكام الإمارات كلهم وتضلهم حاضنيننا، هذا أهم شيء.